فايزي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الاعزاء، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، واسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم على الخير والبركه، ينطلق هذا الشوط الكبير وهذه الاعداد الرائعه والمميزه مباشره الى تعداد العشره الاسماء المنطلقه على على قمه هرم هذه المسيرة مباشرة إلى هذا الاسم الكبير الكايد عبد الله بن غالب بن سلطان الحاضر والمنطلق المنصوري الذي انتصر وقاد هذه القيادة السيطرة. معك يا المنصوري الليالي من تحتل المركز الثاني في يوم رائع ومميز، ليالي فهد بن طالب بن شريم المري مع المركز الآن والتحدي والإثارة، هو الزاوية الأخرى والتحدي ولكن التسلل من مراسيل حمد بن سعيد بن علي بن حلوة الكتبي مع المركز الآن الثالث والدور دور المركز الرابع، متعب سهيل بن سعيد بن عبيد السبوسي مع المركز الآن الرابع والانطلاق، خامسا الحضور من وله وله اللي متوله على الناموس وعلى التحدي، حمد بن سالم القمرة الحاضر والمنطلق والتحدي والإثارة، ايضا من قبل ناصية خليفة بن ضبيب سليمان الشامسي الحاضر مع سابع الاسماء بزاوية اخرى وبرقم اخر وبحضور اخر مميز وتحدي ايضا من هذه الاسماء الواصلة. الله 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 يا مواري، سلطان بن راشد بن حمد الدرعي، وثامنا الحضور من الشاهنية عبد الهادي بن حمد بن حفار المري، وتدخل ايضا من هذا الشعار شعار بن غدير حميد بن علي بن غدير بن محمد الكتبي مع ايضا الحاضرة والمنطلقة مع التحديات والوصول ملوح مطر بن علي بن سعيد ايضا بالسعودي الحاضر والمنطلق مع هذه الاسماء. اذا مشاهدينا الاعزاء والتحدي والاسماء، العودة الى المقدمة، العودة الى المركز الاول والى مقدمة الشوط. الله 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 يا المركز الاول يا بن شريم، الله يا الصدارة، الله يا القوة، الله يا ليالي، الله يا ايام يا ايام يا ايام، هذا 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 الشعار ماذا فعل وماذا ترك، وهذه هي ليالي فهد بن طالب محمد بن علي بن شفيع المري مع مقدمة الشوط الدور دور المركز الثاني. يا لها من قوة يا لها من تحديات، ناصية مع بن ضبيب، ناصية إلى الناموس، ناصية إلى المشاركة، ناصية مع التحديات، ناصية حاضرة بكل قوة. الله يا بن ضبيب خليفة بن ضبيب سليمان الشامسي مع ثاني الأسماء، الدور دورك يا بن غالب، المركز الثالث والتحدي والإثارة الكايدة عبد الله بن غالب المنصوري، والمركز الرابع الحضور ايضا من هذا الاسم الرائع والمميز، ها هنا الشاهنية عبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري مع بينما نقلتنا الى هذه الاسماء المتدخلة، حضور ايضا كبير من وله حمد بن سالم بن حمد القمرة النابت المري وكذلك شعار الكتبي من بدأ ينضم مع ملوح مطر بن علي بن سعيد ايضا الكتبي مع تدخل رائع ومميز، وبن غدير حضر بقوة مع التحديات، وثامن الاسماء الشرية وشراي الناموس والتحديات، الشرية الحاضرة والمنطلقة حميد بن علي بن غدير الكتبي، ودخول ايضا رائع من تشريف حمد بن محمد بن عبد الله العامري الحاضر والمنطلق مع تاسع الاسماء، وعلى المركز العاشر المركز العاشر العاشر العابر عامر بن سعيد بن محمد الف هيد المري. شكرا بسام، العودة الى المقدمة، العودة الى الصدارة، العودة الى التغييرات اللي جرت وطرت على مقدمة الشوط. ناصية 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 يا شامسي، ناصي 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 الى الناموس، ناصي الى المشاركة، ناصي ايضا الى التشريف في مشاركة، هذا كل مشارك مع التشريف في هذا المهرجان الكبير، هذه هي ناصية، هذه هي المقدمة، هذا
خليفة بن ضبيب الشامسي مع المركز الأول، المركز الثاني والضغوطات الكبيرة، الدخول الكبير أيضا من الشهنية، عبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري الحاضر والمشارك معك يا بشريم ثالثا، وبالسعودي المركز الرابع، والأسماء الملاحقة الباحثة عن الناموس، الباحثة عن الفوز، الباحثة عن الانتصار، من يبحث على نقاط متكررة، ومن يبحث عن مشاركة، ومن يبحث أيضا عن نقاط، الكل فائز الكل، لما لا لما لا لما لا، الله 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 الله. وأرى شعار كبير، أرى شعار رسمي كبير، حضر بقوه العابرة عامر بن سعد الرفادة الحاضر والمنطلق، الفائزة وصلت سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري، ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة مع الشامسي، معك يا أبو ضبيب، معك معك يا أبو ضبيب، معك الله ناصية خليفة أبو ضبيب سليمان الشامسي الشامسي. ونتمنى التوفيق للجميع، بينما الفائز وبينما الأسماء الكبيرة والباحث عن التحديات، الله 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 الله، رسمي كبير حضر بقوة، الرفادة الرفادة مع التحدي والعابرة، المملكة العربية السعودية تناديك، الله العابرة، عامر بن سعد بن محمد الفهيدة المري مع المركز الأول، ويا لها من تحديات وإثارة، كذلك محاولة من الشاهنية، عبد الهادي بن حمد الحفار القوة والإثارة مع بن غدير مع المركز الثالث، ولكن السلامات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، سلام الرفادة سلام، سلام الرسمي سلام، سلام العابرة سلام، العابرة العابرة مرت وعبرت وانتصرت وانجزت وسطرت حروفها من ذهب في هذا الشوط، هذه هي العابرة، عامر بن سعد بن محمد الفهيدة المري مع الناموس، راشد بن عبيد له الشكر والاحترام، الشهنية عبد الهادي بن حفار المري المركز الثالث، المركز الثالث معك يا ابو ضبيب ناصي خليفه بن ضبيب سليمان الشامس، المركز ايضا الرابع ايها الاخوه الكرام، الحضور من ايضا الشيء حميد بن علي بن غدير الاكتبي، والمركز الخامس الحضور ايضا من الاسماء ايضا غرام محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري مع الامتار النهائي، وصلها كان رائع ومميز، هكذا تهانينا والناموس ايها الاخوه الكرام، هذه لحظات الاعاده، هذه لحظات الفوز وخط النهايه والرحله الموفقه ايضا مع الانتصار، التوقيت 7 دقائق مشاهدينا متابعينا الاعزاء، مع الانتصار والناموس 24 جزئين من الثواني، التحيه الكبيره ايضا لمن تابع هذا الاسم الكبير، لك التحيه يا ابو سنيده العابر عامر بن سعد الفهيد المري، المركز الثاني ايضا 7 دقائق 26.2 ايضا من الثواني، فايضا كان الابداع مع الشاهنيه عبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري، وفي المركز الثالث، المركز الثالث هذه لحظات الوصول 7 دقائق 26.8 أجزاء من الثواني الناصية، أيضا خليفة بن ضبيب بن سليمان الشامسي، التهنئة يا بن ضبيب على الناموس وعلى الفوز والانتصار.